جينا للفينال سادة المشاهدين توا معملين على الجيل الجديد وحاطين معناه في قلوبهم في اللي يحكيوا في الكواليس يحبوا يربحوا الجمعية اليوم ويحبوا يربحوا فلوس بالباهي باش تمشي الجراء معدات أحد السبيطارات. كل واحد فيهم باش نزلوا 10 أسئلة يجاوبني بسرعة. واضح؟ سي بون. نفكر السادة المشاهدين اللي نلعبوا على الفلوس يبعث ام على 85811. كل واحد فيكم عنده 40 ثانية على كل 10 أسئلة. واضح؟ كتكون حاضر نجلة قولي حاضر. On est jamais prêt donc حاضرة. كم مرة فازت ألمانيا بكأس العالم؟ وا ما تخممش قولي باس، ما عندكش قولي باس. خمسة أربعة. من هو المفتي الحالي للجمهورية التونسية؟ على كم ذرة يحتوي الماء؟ ماء. في أي محيط تقع جزر القمر؟ في أي محيط؟ محيط الهادي. وحدك وحدك. في الأفريق من لوطا. ما اسم الحقيقي لأبو هريرة؟ نعم. في أي بلد يوجد قبر سيدنا إبراهيم؟ فلسطين. في أي عام تم صلح؟ تعرف المشكلة فيش نجل؟ المشكلة قعدت ياسر معناها تستنى في الإجابات من بعد قلت باس. ما قلتش باس، فهمت؟ قعدت تخمم فيهم الإجابات. نخمم. وكسوح برجولي حطوا لك إجابات كسوح. قداش عندها من إجابة صحيحة نجلة؟ كم مرة فازت ألمانيا بكأس العالم؟ أربع مرات، 54 و74 و90 و2014. المفتي الحالي للجمهورية التونسية عثمان بطيخ الذي تولى العهدة عام 2016 على كم ذرة يحتوي الماء؟ على ثلاثة، H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. في أي في أي محيط تقع جزر القمر؟ في المحيط الهندي. قالت الهادي. أنت قلت الهادي. ما اسم الحقيقي لأبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي معروف بحفظه للحديث النبوي ونشره. في أي بلد يوجد قبر سيدنا إبراهيم؟ في فلسطين. خذيت جوست، أنت خذيت برشا وقت نجلة، كنت باش نسألك بقية ثلاثة. قداش عندها من إجابة؟ صفا ثلاثة، عندها ثلاثة إجابات تسمى به نجلة. وما عادش تعاونوا بعضكم، ما عادش تعاونوا بعضكم، تكون حاضرة. سيرين قل لي حاضرة. يلا. بسم الله توب، كم عدد الخلفاء العباسيين؟ العباسيين، الخلفاء الراشدين ولا العباسيين؟ العباسيين كان جاو راشدين قلت لك راشدين. عباس عباس سيرين. خمسة. كم ما هو الاسم الحقيقي لمحمد علي كلاي؟ محمد عليك لا ليه اسمه عنده اسمه ما باس باس باس. اكمل المثل التالي، ان انت اكرمت اللئيمه تمرد. ما هي عاصمه قبرص؟ قبرص قبرص العاصمه. ما هي اكبر مدينه في قاره اوروبا؟ موسكو. كم من قيراط في الذهب الخالص؟ 24. ما هو اقصر نشيد وطني في العالم؟ السوره في القران تحمل اسم نبات؟ وتيني والزيتون. التين. التين صحيح. معلم. يا كريم ورحمة العز عليا. كم عدد الخلفاء العباسيين؟ 37. برشا. أربعة خط. ما هو الاسم الحقيقي محمد علي كلاي؟ كاسيوس مارسيلوس كلاي. من بعد كي أسلم ولا اسمه كاسيوس مارسيلوس كلاي، ملاكم أمريكي تولد في 1942 وتوفى في 2016. تفوزين نحفظوا له اسمه، احنا لازمنا فان ماك. خل وحكاية كبيرة دغيغ دخلوا الإسلام. سي با الحكاية العباد زعما حب الاسلام وتخلي. اكمل المثل التالي، ان انت اكرمت اللئيمه تمردت. صحيح تفجعت خالي بدك. ما هي عاصمه قبرص؟ هي قبرص يا اخي مش العاصمه. والله نيقوسي اسمها. نيقوسي. نيقوسيا بالعربي. قبرص شنو معك؟ نيقوسي نيقوسي. ما هي يوني حتى ناس خاطر يوني شيبخ. فوالا شيبخ. قبرص هي الشيبخ. ما هي اكبر مدينه في قاره اوروبا؟ برافو موسكو. كم من قيراط الذهب الخالص؟ 24. صحيت. اقصر نشيد وطني في العالم؟ اليابان. اقصر واقدم نشيد وطني. هو اقدم نشيد وطني واقصر. في يوفا في ويوفا في ساعه يقولوا ذيك ويوفا. سوره في القران تحمل اسم نبات؟ سوره التين. والتين والزيتوني. اربع اجابات صحاح. برافو سيرين. قديش قعدوا فلوس؟ قديش قعدوا فلوس؟ 74 مليون. فاكر السادة المشاهدين تنجموا تقسموا معاهم ام على 85 811.
راهو سلامي وراهو مريقلين، معناها الاجابات نتاعكم مريقلين والاسئله بالحق فما اسئله، هما فما اسئله حتى كي يبدا ساهل كي تغصروا بالوقت عبد يدخل بعله، فما بالك انتم ماهمش ساهلين الاسئله. لمين كي تكون حاضر؟ ماهمش ساهلين راه. مش انا والله خاتيني. عديت شو دخل؟ عديت 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 ربي يفضلكم جماعه عديت. منشطين على روحي. لمين تكون حاضر قول لي حاضر. بسم الله حاضر. بسم الله توب، كم عدد اوتار آلة القانون؟ باس. ما اسم صغير الحصان؟ مهر ولا مهر. جزء في الجسد لا يصل اليه الدم؟ باس. من هو صاحب أطول ديوان شعري؟ صاحب ولد عمي يمشي باس. ما هي أعلى درجات مقياس ريشتر؟ شنو؟ مقياس ريشتر أعلى درجات. دوز. الحيوان الذي لديه أكبر عدد من الأسنان؟ تمساح. كم عدد طوابق برج إيفل؟ برج إيفل فانسيت فانسيت. أذكر موسيقار ألماني. باخ. صحيح. صحيح باخ. شنيك وباخ جاتك ما فما شكون سمعت الباخ؟ أنا سمعت الباخ خرج الباخ قتلوا باخ سمعت في ودني انا الالمان عش عندك عندك باخ عندك بيتهوفن عندك شبر عندك برفايه صحيح وليت في المانيا رن. عدد اوتار اله القانون 72 وترا مزدوجا 78 وترا عادي. ما اسم صغير الحصان؟ هو المهر. أقول مهر 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 مزودة. المهر هو المهر صغير الحصان المهر يهزوه في الموسم المهر يما يهزوه في الموسم يهزوه المهر هذاك مهر يتهز مهر ولا المهر. جزء في الجسد لا يصل إليه الدم القرنية. نعم القرنية. سلام عرفة طيبة صحيت ولا الشعر ولا الأظافر ولا طبقات الجلد الخارجية. لا كورني دي جو القرنية فما لا كورني دي جو القرنية. انت قلت القرنين. القرنية لا قلت القرنية. لا كورني دي جو. لا لا كورني دي جو وي. صاحب أطول ديوان شعري ابن الرومي. ولد عمك أطول مش ديوان شعري ذاك. ما هو أعلى ما هي أعلى درجات مقياس ريشتر 12؟ أمور زلازل نجلة ما تفدلك شيء عملت. الحيوان الذي لديه أكبر عدد من الأسنان فما التمساح والحلزون بين 10,000 و 26,000. حلزون أي. موليسك معناتها ما عندوش هذوما باين. كم عدد طوابق برج ايفل؟ 3. مع العلم ان طول برج ايفل 324 متر. اي 3 اذكر موسيقار خليني اللي فيه الغيستوران. باخ تعرفش اسمه باخ؟ باخ 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 سيباستيان تعرف سيباستيان باخ. في اي بلد تقع مدينه فلورين؟ هذاك من باخ لاتنيلو. شوفوا قداش عنده من اجابه. لمين عنده 4 اجابات صحاح امين بالخوجه برافو. صحيت سادة المشاهدين فكركم اللي باقي فلوس نجموا تقسموا معاهم تبعثوا ايه مع 85-811 جيل السنة بن العربي. اوه بن العربي عاود سنة بن الشيخ العربي سنة بن الشيخ العربي. يلا تكون حاضرة قول لي سنة. ليتس جو ليتس جو. ما هي عاصمة الدنمارك؟ كوبنهاغ. سمي محرك بحث جوجل. في اي ولاية تقع مدينة الحامة؟ كيبس. أسألكم الكل. ما هي المدينة التونسية التي أسسها الفينيقيون؟ كرتاج. المادة المسؤولة على لون البشرة ميلانين. في أي قارة تقع دولة لاتفيا؟ باس لاتفيا. من هو آخر خليفة أموي؟ باس. من هو حفيد الرسول الذي قتل في كربلاء؟ باس. في أي قارة تقع تركيا؟ ما بين الأوروب وليس والذي صحيح ما بين الأوروب والذي. يعطيك الصحة تصفيق على السنة. مرسي. عاصمة الدنمارك كوبنهاغن صحيح. سمي محرك بحث جوجل صحيح. في أي ولاية تقع مدينة الحامة؟ في جيب صحيح. المدينة التونسية أسسها الفينيقيون كرتاج سنة 814 قبل الميلاد صحيح. ما هي عاصمة المادة المسؤولة على لون البشرة؟ الميلانين صحيح. في أي قارة تقع دولة لاتفيا في الأوروب؟ في أوروبيا أوروبا بالتحديد شمال شرق القارة الأوروبية. من هو آخر خليفة أموي مروان ابن محمد حفيد الرسول الذي قتل في كربلاء؟ الحسين. مصدر الضوء الصادر من القمر الشمس. في أي قارة تقع تركيا بين آسيا وأوروبا؟ ما بين قارتين ويفصلهم المذيق. عنده 6 إجابات صحيحة سناء. فما عاونوها شكون أما سلكوا تمون في كرتاج فما شكون في كرتاج تاعها وحسبهم 5.
معلم خلينا نشوفوا قديش خليت فلوس. 54 مليون سادة المشاهدين فلوس بالبيع، عارف غارب ست ارباح اليوم تبطوا ايه مع 85 811. سموحك تكون حاضرة، قول حاضر. واش حاضرة ما حاضرة. ما هي الرياضة الأكثر شعبية في الهند؟ الهند قولوا. ماذا يسمى الصندوق الذي يوضع به الميت؟ لطف يا ربي. لا مش صندوق. مش ثابوت، تابوت. هل الشمس نجم أم كوكب؟ نجم. ما هو أكبر مسجد في العالم؟ مسجد مسجد الأقصى. المكة. باس اسمه. كم عدد أبناء وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبعة. سمي حيوان من ذوي الفقاريات. ولا ما نعرف. بيمة. إلى من أرسل الله تعالى موسى عليه السلام؟ فرعون. فرعون. فرعون ونجزت بالتنجيزة. فرعون. فرحان بفرعون. خلينا نشوفوا ما هي الرياضة الأكثر شعبية في الهند. هي الكريكت. ماذا يسمى الصندوق الذي يوضع به الميت؟ التابوت. الشمس نجم أم كوكب؟ الشمس نجم، معروفة نجم. أكبر مسجد في العالم قلت لك هي المسجد الحرام، ما أنت ما سمعتش. المسجد الحرام مساحة المسجد الحرام 193 ألف متر. هو تعملته مسجد في تركيا اللي هو أكبر واحد. كم عدد أبناء وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبعة. ذكور إبراهيم وعبد الله والقاسم، والبنات فاطمة الزهراء، زينب، رقية، أم كلثوم. سمي حيوان من ذوي الفقاريات، أي حيوان معناه عنده عمود فقري. سلسولة. الثعبان مثلا من الفقاريات. سمي حيوان من لا فقاريات، الديدان، الحبار، السرطان، الحشرات. أنت ايش قلت؟ قلتوش هذا مثلا. البهيم. انت قلت البهيم. الفقاريات مش انت في الفقاريات صحيح. اما السؤال الاخر قلت الى من ارسل الله تعالى موسى عليه السلام؟ الى قوم فرعون. فرعون. عندك خمسه اجابات صحاح. صحيتي صحيتي سماح. ساده المشاهدين نشوفوا قديش قعدوا 44 مليون فلوس بالباهي ويعملوا برشا حاجات. ال 44 مليون هذاك علاش نجموا تقسموا معاهم؟ تبعثوا ام على 85 811. وانا متاكد شوي سيور اللي هما باش يربحوا اليوم. شكون الزوز اللي يختاروا يكملوا معانا الخمسه الاسئله الاخرانيين الفقره الاخرى من البرنامج؟ وسايبوكم تروحوا على الواحد خاطر دارين تعب. ها؟ عاودوا لنا شنو هي باش نعملوا؟ خمسه سؤالات اخرانيين. تجيو توا زوز باش نسالوهم اسئله ثقافه مش ثقافه عامه كيما توا. كيما الفقره الاولى من البرنامج. نمشي نمشي وهاي هاي بالحق قال زوز زوز عركة مشي العركة. باش نكملوا معاكم تو شكون تحبوا يبدا وشكون يمشي؟ تبدا انت يمين برا سميح باش يحطوا لك هكا موزيكا تسمعها. تعرف قانون اللعبة أمين؟ باش نسألك خمسة أسئلة وما تعرفش تقول باس. أوكي. هاكم هاك الكاميرا متاعك. في 100 تونسي. في 100 تونسي. أوكي. صحيح. بسم الله. بسم الله. طب خدمة باش تخدمها لازم عندك دراية قانونية. دراية قانونية محامي. كلمة تتقرا من اليمين لليسار كما من اليسار لليمين. واحد. باس. مغني أو مغنية اسمه الفني يتكون من كلمة واحدة. كلمة واحدة رونالدو. بلاصة الباب فيها إلكتروني. بانكا. حاجة مشهور بها الجنوب التونسي. أعطيني أحسن أغنية رونالدو تعجبك أكثر. بس أنا قلت مغني. قلت لك مغني أو مغنية اسمه الفني يتكون من كلمة واحدة. والله ما سمعت. خدمة باش تخدمها لازم عندك دراية قانونية. قلت. إيش قلت أنت؟ محامي. أمين قال محامي. المحامي. المحامي لافوكا. مهنة تتطلب ياسر صبر وياسر بحث. مهنة نبيلة أنا نسميها المحامي. مش عبد ياخو حقوقه. قاري برشا. المحامي. نتصور إجابة 31 قالوا المحامي. أكيد معناها المحامي في المرتبة الأولى. خدمة باش تخدم لازم عندك دراية قانونية. كلمة تتقرا من اليمين لليسار كما من اليسار لليمين. قلت باس. قلت باس. ليبيا.
هي ليبيا. معناها كيفاش انا باش دقيقه بس ما ركزوا لي دقيقه بس كيفاش باش نلقاها الكلمه في ثواني معناها كلمه ما قتلوك ليبيا معناها وهو راي معروفه احنا ملي صغار كنا نلعبوها تكتبها كي وتقرا بالمكتوب تلقى ملعب يوسف هذاك هذاك علاش ما عرفش كيما خوخ توت حاجاتك هيك محليهم سوريتكم يعطيكم الصحة. مغني أو مغنية اسمه الفني يتكون من كلمة واحدة. رونالدو. تحت السر نورمالمون. دقيقة برك كان تفرجوا فيه ما عادش فين الكاميرا بالضبط. والله لا سمعتها. والله. شنو سمعت؟ سمعت اسم فني. شو سمعت؟ هو اسمع إشاعة فما. والله سمعت حاجة كيما هكا ورسميمتي الغالية والله. لا صادق ما دام واحد يسمع مغني. أنا تنجم تحط مادونا تنجم تحط ما عرفش أنا أي حاجة. يا ولدي خلي كلمة بركة. مادونا كلمة بركة. كلمة بركة. مادونا. اسم كونفوس ليتخك اي. اللي بعده رونالدو زعما فماش شكون متكيف في الشارع. طردوش واحد عطيه. ما يطلعش. ما تخيلش رونالدو ما يغنيش. ما يلزموش يطلع. غنى لو كان صغير رونالدو، مش رونالدو كريستيانو، رونالدو الاخر نتاع البرازيل. غنى واحد اخر. غنى خويا في الكرنفال نتاع رونالدو. فيديو نتاعو على اليوتيوب. ياب رونالدو. بلاصة الباب فيها الكتروني اش قلت؟ قلت بانك حتى بانك راهو باب الكتروني راه. اي. شنو اي؟ اي صحيح. بالرسمي. ينجم يكون بانك بوسطه، باب يتحل لوحده. اه. الكتروني كيبونو. بربي ما تقوليش صفر برجولي راه واحد يجي على ساقية تو. زايده خاطر. لا والله لا. البنك باب الكتروني. رونالدو لا ريبونس. 22 قالوا البنك، برافو صحيح. سؤال الاخراني ما خلتنا لوش حاجه مشهور بها الجنوب التونسي عادي تقول لي المانجا والله ما عاد مخي موش لهنا جمع تلقي في رونالدو عادي عادي خمسه 20 ثانيه في ظرف 20 ثانيه خمسه اسئله عمل مشهود وامون صحيح مريك نعيطوا السماح وربي يستر من سماح نعيطوا السماح السنكل هاي سماح تتقدم وباش تفحمنا وباش تفحمنا سموحة الجمهور قاعد يقول في قلبه سموحة سموحة ما عندكش برشا وقت تك 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 ركز معانا وركز معانا باهي واضح تخزر غادي وعندك إجابة تجاوب سموحة باش تبهرنا حاسها اليوم بسم الله توب خدمة باش تخدمها لازم عندك دراية قانونية محامي قالت شوف حاجة أخرى قالت قالت قاضي لا عاد وحده وحده كلمه تتقرى من اليمين تتقرا من اليمين للصغار لليسار كما من اليسار لليمين خطوط نا ايه لا باس مغني او مغنيه اسمه الفني يتكون من كلمه واحده اسم فني يتكون من كلمه واحده جنجون يا سميح قولي لك والله ماخذه راحتها جنجون اي جنجون شيخه ماخذه راحتها وجنجون اي وتدق عليها معناها ايش يا سماح عرفت انا باش تفهم خاطر سماح ظاهر ما تحملش البريسيون ودخلوا بعض اسبوع تبيع غادي في الغله ولا وحده التوت تبيع في التوت توت توت خوخ توت اي توت اي توت والله انا نسمع فيكم توا الموسيقى في وذني خدمه باش تخدمها لازم عندك درايه قانونيه قلت قلت محامي قلت لك قالها امين محامي قلت قاضي قلت قاضي وعادي حسب رايك قداش من تونسي قال قاضي المحامي اكثر قال ولا قاضي في الجراد القاضي اكثر في الجراد اما تونس محامي برشا تليخ هي القاضي يحكم هي ما محامي اللي عجبتكم ولا ريت ولا حلو بطبيعتنا بيتي زوكا نعاودوا يا كريم بالحق قداش يعاودوا؟ زيدونا برولونغاسيون قداش يعاودوا ترى بيا وناش لا 28 قلت لك محامي اكثر كان قلع كان تقلت عاد المنافذ كنت النومرو كلمة تتقرا من اليمين لليسار تو هذه عبد ما يطلعهاش عادي تدخل بار كلمة تتقرا من اليمين لليسار كيما من اليسار لليمين قول لها كل لعبة تلعبها وانت صغيرة ليبيا كيما ليبيا كيما خوخ كيما توت نو هكا نو انت نو اي مغني او مغنيه اسمه الفني يتكون من كلمه واحده مادون قلت جنجون قداش من تونسي قال جنجون كيما بالتي جنجون برشا مادونا رونالدو شكون قال رونالدو قلت لي شكون قال رونالدو تحب تعاود رونالدو فضيحه فضيحه تمام
ميم با الاجابات الاسئله الاخرين بلاصه الباب فيها الكتروني ميم با خلطني لها لاسانسور هي جات في المرت بلوله المصعد حاجه مشهور بها الجنوب التونسي الصحراء والدقله ميم با خلطني لهم معاك هذوك شرفتونا نورتونا التصفيق عليهم عملوا مجهود ومجاوب احلام كاركم كاركم خرجتوا نجله برجوليه راهي جاوبت بالصحيح نجله أنا وسيرين أنا وسيرين بتاعنا الفازات هذوما بتاعنا ما عرفش المشكلة ترشح بالموزيك البروبليم البروبليم هو اللي متفرج فارس أنا نعرفها جربت اللعبة بالرسمي متفرج فارس تبدا متفرج مرتاح كي تبدا عامل هكا في ظرف 20 ثانية وأسئلة تقول له حروف تصور واحد يبدا قاعد هكا تقول له حرف يتبدل أما أنت من بكري ما تجيش في مخه لا توت لا خوك يا كريم من بكري تقول الطفلة تقول احنا نتكلموا أنت تقول لي العدل المنفذ وترى شنو العدل المنفذ الطفلة هزيتوها الغادي احنا باش نجيب لكم عدل المنفذ شو عملتوا لها غادي؟ شو عملنا لها؟ شو عملنا لها؟ ما عارف شنو ما عندك دخلت تشتح قالت لك ما عادش ريتكي قال فمن من يتكون من كلمه سنه في الكلمه شنو هاي الله غالب الله غالب عملتوا مجهود توا ما زلت فرصة فرصة عملتونا عملتونا برشا برشا جو بالحق محليه حلقه اليوم قديشكم محليكم خلق واخلاق كيفاش يقولوا فيها عايشكم ميرسي نورتوني كلمة الختام للأسف مشات اسمه لوتا للأسف قال رونالدو معناها ماكش باش تربح فلوس اسمه طلع لوتا للأسف وبربي فزت رونالدو هذيك مريق لامين ولا نعرف يتبع البرنامج جو جو مخبي حد لا لا ما لا لا أنا سمعت عليه وقريت عليه رونالدو صوته كبير هو صحيح يعطيكم الصحة خليني ما سمعنيش بالبيع ما سمعنيش بالبيع والله ما سمعت كلمة الختام ميرسي بوكو بور لا ان شاء الله تعديت حلقه حلوه يعيشك سوسو لامين ساعة قبل كل شيء نحب نطلب السماع سامحوني يا جمعية خويا ما وصلناش عملنا شيء سامحوني سمعت رونالدو سمعت حاجة أخرى حسيت بريف ميرسي بوكو كريم على الانفيتاسيون عايشك محليكم نورتوني محليها اللمة أنا توافقت صحيح صحيح ورقصتي حالك سوقتي ليه؟ ما نخرجوني كان حتى 10,000 مستحيل عندي وعندي بعد ما نكملوا التصوير لا هذيك خليها عندك سنة بس ما كملتش مازلت لمين مازلت البيرد اللي تفرج كل جمعة خذ هاك الكاميرات كلب ميرسي بوكو على الاستضافة ميرسي انتم اللي تفرجوا فينا ميرسي بوكو الببليك الحلو والمزيان هذا يعطيكم الصحة ومرحبا بكم وميرسي كريم نحبكم برشا وميرسي البنات اللي جيتوا محلاها لما معاكم عايشك لمين نورتنا كلمة الختام مدام سناء شكون؟ مدام سناء ميرسي كريم بور لانفيتاسيون محليكم الكل محليها ليميسيون عايشك فريمون سيتي تري سامباتيك ما بردنيش الو مش بديش ديفي دخلنا حلو الشوفاج بردت كيفها بردت قلنا داير سلموا عليهم نجله كلمه الختام ميرسي بور لانفيتاسيون كريم محليها ليميسيون ليميسيون محليها الاسبري نتاع ليميسيون جوري ايمي كان نربحوا اليوم كان نربحوا اون اسوسياسيون رونالدو ان شاء الله تستدعانا مره اخرى ونحضروا نكوروا مليح في الدار قبل نجيو هكا فوالا هكا عايشك يا نجله سموحه عملت برشا جو معاكم احلاها لما معاكم والجمهور احلى جمهور ميرسي كريم محليك في التنشيط ومحلي الجو نحب نحيي عائلتي الكل الصغيره والكبيره امي واخويا وولدي وشنو قاعد نسمي اخوالي وخالاتي وعموماتي والجيران وجماعه الكل نحبكم برشا وندوما نحب برشا 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 عايشك سماح ديما مزيانه سماح وكلكم بالحق محليكم بالكعبه اخترناكم اخترناكم بالكعبه ولا اما نعاودوا نجيو ونربحوا مره مرحبا بكم نحب نقول لكم نستدعاكم نهار 5 فيفري تجيو تتفرجوا في سبيكتاكل نتاعي كما جيتوا نورتوا ليش وين 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 بلاش 5 فيفري وين 5 فيفري في المسرح البلدي في العاصمه بالسبت اونفا الكورونا مره حجر مره لا ان شاء الله ترجع نهار 5 فيفري في المسرح البلدي ما احنا بعدين ها مرحبا بكم وتطلعوا تجيب ماريو رونالدو جيب جي معايا رونالدو مريقل للاسف اسمه طلع لوتا عمار باحش اللي يحب يجي يتفرج في مسرحيه فيزا لانفولاين هاك 24 700 016 أميمة ميرسي أميمة تعبتك اليوم على الشعر والمكياج والكل الببليك اللي ديما هو بلاش بيه ما نجموش نعملوا حاجه باهيه يعطيكم الصحه فما طفلة نحب ندخلها نستدعاها ويني الطفلة هاي شوفوا معناها موهوبة على الآخر بربي شجعوها الصغرونة هذه الصغرونة هذه تخبي برشا فن تشوفوا معناها محليك مرحبا بيك خلينا نشوفوا
خلينا نشوفوا معناها شنو عملت. نشوفوا معناها التصويره. شوفوا ايش معناها. شوفوا الموهبه نتاعها. تبارك الله عليها. كيف لازم تقرب. نبوسك برشا. ما احلاها الطفله. شو اسمك انت؟ هيبه. شو اسمك؟ هيبه. احلاها؟ هيبه. 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 مرحبا بك هيبه. وهيبه عملت لنا برشا تصاور معناها كيما تشوفوا برشا تصاور الفريق حتى الفريق الاعداد. كيما تراو معناها في فريق الاعداد. خوله ايناس بالعربي زاد فريق الاعداد. حمزه معانا فهمتني. نوردين ابو حجبه واحمد السيد دخول ضايعين عرفتك ليلى. حطيتهم ومحليهم بالحق. نسلم على فريق الاعداد وعليك انت. تبارك الله عليك. محليك قديش عندك موهبه بالحق. ومش معناها نقول لك في الكلام هذا خاطر في التلفزه هكا زعما نشكر فيك ومن بعد كهو. بالحق تبارك الله عليك. كيما ترى عندك حشامه ظهر فيك بالفن. تجاوب كان بالفن مش كاك اللي يحكيوا برشا ومن بعد تلقى كيف كنت مثلا كيف انا بالفن وبكيك ومن بعد هذه نعرف كانت الشمس نصور. تبارك الله عليك. هاوك غادي شنو تحب تقول هكا الكاميرا نتاعك تعطي انستغرامك من ليه بالكدا الكل هو بدي طي انستغرامك اللي يحب تصويره كيما هكا جاي سان فالونتان وعيد حب وفازات اللي يحب يهدي حاجه ولا كي تخدم ولا تخدم ما هو بيان سور. هاك الكاميرا تقول الانستغرام نتاعك وتسلم على تحب انت. لا اسم الانستغرام نتاعي هيبة 3A.B3A29. اسم الفيسبوك نتاعي هيبة أبي. وكاو نحب نقول لك كريم نحبك برشا. حطينا وفرحانة اللي ريتكم الكل. وسلم على أمي وبابا وكاو. يعيشك يا هيبة محليك. وتتلقاوني هبطها على الكونت نتاعي الانستغرام نتاعي باش نمركي فيه الانستغرام نتاع هيبة. وشجعوا هيبة محليها وإن شاء الله تكمل هيبة ونروك لفوق لفوق لفوق. أحسن رسامة في العالم هيبة. واضح. وكمل في الموهبة نتاعك هيبة وربي ينجحك. مع هيبة ومع الفن شخير من الفن. مع هيبة هكا تعطي أمل للصغيرات هكا باش يكونوا هكا كيف يطلعوا إن شاء الله فنانين كيف هيبة. نقولكم نتقابلوا في حلقة جاية من ملة توانسة. تصبح على خير ناس كل. ميرسي بوكو. عايشكم.